النهاردة هناخد قرارات كتير قوي للمجموعة، أعتقد أنها مهمة قوي وهتغيرها تماما. إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في مصر، طبعا كلنا عارفينها، البطالة. مش معقول مجموعة كبيرة زي مجموعتنا ما تشاركش في حلها. وبناء عليه أنا قررت من النهاردة هيبقى كل المصنع وكل المجموعة عمالهم مصريين بس، ولا واحد أجنبي. ولاد بلدنا أولى بفرص العمل ولا إيه؟ اتنين، من النهاردة هنعمل ابديتنج لكل المكن بتاع المصنع عشان نقدر نواكب السوق ونحافظ على التوكيل بتاعنا. تلاتة، عندي فكرة كده عايزين نتناقش فيها، يعني انا بفكر اغير لوجو المجموعة خالص بقى. لا انت اكيد اتجننت. ايه ده؟ ايه اسلوب الكلام ده؟ ما تنسيش ان انا ليا دلوقتي حق الادارة بحكم ان انا نسبتي بقت اكبر بعد ما اشتريت نسبة مامي، يعني دلوقتي I am the boss. اوكي boss، بس انت كده بتهدي المجموعه كلها. والله مالي وانا حره فيه، اللي مش عاجبه يا يبيع لي نصيبه ونفضها شراكه يا اما يروح يشرب من البحر. This is unbelievable. She calls herself a freaking boss. You're screwing with my life. يا دكتور كده انت اكبر واحد. سيبها يكش تولع وهي ماشيه. ومركنتك عرف ما بقاش. مدام وسيله. ايه؟ انا كان عندي استفسار. اتفضل. بمناسبة يعني تغيير اللوجو بتاع المجموعة ده، أنا شايف إنه ممكن يخلينا نفقد جزء من تاريخنا التجاري، يعني كأننا هنبدأ من أول وجديد. عموما يا جماعة متهيألي موضوع اللوجو ده ممكن نخليه آخر حاجة، يعني ممكن يبقى آخر أولوياتنا، مش كده ولا إيه يا مدام وسيلة؟ أيوه عادي، هو الموضوع مش فارق بالنسبة لي أصلا، كان مجرد اقتراح كده ممكن ناقشه في أي وقت يعني. في حد عنده أي ملاحظات قبل ما ننهي الميتنج؟ طيب اتفضلوا على مكاتبكم. أنا متأسف جداً على اللي حصل امبارح. لا 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 خالص، أدهم كان أصلاً متضايق من مشكلة حصلت بيننا الظهر وما تخصكش خالص على فكرة، وبعدين أنت هتركز لأدهم، لا أدهم مجنون، تركزش معي. مشيت زعلانة. لو جون مصلب دماغه وكلامي مش وصل له، مش عارف أوصل له. انت ايه اللي خرجك وراها اصلا؟ ابدا، انا قلت يعني احنا شركة معاها وكده، يعني هي اللي شريكة معانا، واياك اشوفك بتكلمها مرة تانية. ماشي حضرتك، ماشي.